يدرك الجيش العراقي أن أي تراخ في ضبط الأوضاع الأمنية سيسمح لفلول تنظيم داعش أن تعيد تنظيم صفوفها، ووفق هذا الإدراك شددت القوات العراقية إجراءاتها ضد التنظيم بالتزامن مع توتر الأوضاع السياسية في البلاد، حيث أعلنت السلطات الأمنية نجاحها في الإطاحة بالمسؤول الإداري لما تسمى بولاية الأنبار التابعة لداعش. وأوضحت شعبة الاستخبارات العسكرية أن العملية نفذت وفق معلومات استخباراتية دقيقة وأدت إلى مقتل المدعو أبو سيف في قضاء الرطبة في محافظة الأنبار، وأشارت إلى أن القيادي في داعش كان مسؤولاً عن نقل المؤن والدعم اللوجستي لأوكار ومخابئ التنظيم في عمق الصحراء، كما كان أبو سيف على قائمة المطلوبين لسلطات الأمن العراقية بموجب أحكام المادة الرابعة إرهاب من القانون العراقي. وفي عملية منفصلة أيضاً في الأنبار أعلنت السلطات العراقية تفكيك خلية كانت تخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في المحافظة، ونفذت العملية وفق معلومات دقيقة أكدت وجود شبكة إرهابية في الفلوجة تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية. وألقت أجهزة الاستخبارات العسكرية القبض في العملية نفسها على إرهابيين في منطقة الجولان وثالث في الفلوجة.